اتفضل. حضرتك جاهزة؟ إن شاء الله. السؤال، إيه أسباب الطلاق يا أستاذ زينب من وجهة نظرك، أو سبب ممكن تتكلمي فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله أجمعين. في البداية كده إن شاء الله، يعني قبل ما أتكلم في أي حاجة، أحب بس أقول إن كل قاعدة في الدنيا لها استثناء. طبعا الأسباب كتيرة، أولا منها عدم الإنجاب، ده سبب من أسباب اللي بتؤدي للطلاق. فرق السن، إكراه البنات على الزواج، تدخل بعض الأسر للزوجين، الفوارق بقى الثقافات، فرق الثقافة بين الزوجين. طيب حضرتك أجملتي